ومن عالم الجمال نتحول إلى عالم الطعام وإلى مبادرة نسائية مميزة، كافيه جوري في الطيبة، وهو مخصص للنساء تتمتع بالخصوصية أيام الأحد والخميس ويومي الجمعة والسبت، متاح للعائلات فقط. للحديث عن هذه المبادرة نستضيف ملكتي الكافيه السيدتين سهى حج يحيى وعناية عازم. اهلا بكنا معنا. اهلا فيك. اهلا وسهلا. اهلا. اي بحب انا كمان اقول للمشاهدين والمشاهدات اي طاوله حضرتوا لنا بدايه، يعني خلينا نحكي عنها، مش قادره انا افتتح اسا كمان كيف الفكره تبلورت، من وين اجت الفكره لافتتاح الكافيه المخصص للنساء. حبيت الفكره، فكره حلوه يعني. كيف بديت؟ وين غاروا منها؟ غاروا منها ازلام رجال يعني في كمان كافيه بده يكون للرجال، يعني بيحكوا لنا ليه يعني بس للنساء، ما الاشي حلو وخلونا نفوت معهم، فعملنا لهم جمعه سبت للعائلات. ايه حلو، بنضموا معنا. بنضموا معنا، اهلا وسهلا فيكم، شرفتونا. كيف الفكره بدت؟ الفكره بدت من بلشت من عندي، وبعدها خطفت سهى معي، خلاها تيجي معي، بدونها بمشيش الاشي طبعا. كنت كثير دائما اطلع بريت البلاد واروح هون وهون، كثير اشوف محلات اللي فيها اشياء مميزه، ورود، الوان، اماكن للتصوير، لان تعرفي النساء دائما بحبين لما يروحن محلات شو يعملوا؟ يتصوروا. اهم شيء نتصور ويبقى صوره حلوه وهيك. فسرقنا الفكره من برا، فسهى بشتغل انا وياها بمكوبات حليم موحدت. نعم. وعرضت عليها الفكره بتجنن، قالت اه يلا وانا بدي وانا بحب. ومن هين بلشنا نتجهز للمحل وناخذ افكار من هون ومن هون، هي تسافر من هون وانا اسافر هون، ناخذ فكر وصور ومحلات. تمنى بدينا نبلش. نعم. الموضوع ليش وقع ولماذا وقع الاختيار على اسم جوري؟ ايوه سؤال وجيه جدا. يلا. لانه كيلو عملنا جوري نوع ورد، لانه المحل كله ورد، بس الجوري بيميزوا انه لونه احمر، فاحنا ما عملنا احمر لانه بتعرف الظهر احلى. خلينا نشوف الصور، انتوا بعثتوا لنا كمان صور وانت تحكي. الجوري بضم كل انواع الورد. نعم. الجوري كجوري بحد ذاته بضم كل الانواع الورد حتى احمر زهر. والاسم يعني خفيف هادي زي تقولي، مش زي مثلا اسم شقائق النعمان او مثلا انواع ورد ثانيه. صحيح. فالمحل هادي فبده اشياء هاديه. انا عم بشوف هيك الصور وعم بطلع يعني كمان داخل موضوع اعطيته جهه للفن الفن، جمال الزمان، الجمال. هاي الزاوية كثير كثير النساء بحبينها. اولا النساء زمان، نساء زمان، جمال زمان طبيعي. احنا بنحب زمان. حتى بالكاسات التيك اوي حطيناهن هن مع جملة. نعم. هون المناسبات، يعني انا عم بشوف كمان في يعني هيك مكان للمناسبات، في تحضير للمناسبات. صحيح. السعيدة عندنا حفلات، بنعمل حفلات ولادة، حفلات أعياد ميلاد، تخرج، جميع المناسبات، جميع المناسبات بيخص النساء وما يخص غير النساء ممكن نعملها عندنا بكافيه جوري. هل كان لكنا تجربة سابقة في عالم المطاعم؟ لا. وأعداد الطعام؟ لا لا جينا على المجال يعني بدون خبرة، لا أنا ولا زي ما نقول أبو شريك. جينا بدون خبرة، بس شو كل يوم تعلمنا ولحد الآن إحنا بنتعلم، يعني كل يوم في إشي جديد بنتعلمه، بس الحمد لله يعني نجحنا. كيف كانت ردود الفعل في البداية؟ كثير منيحة وحلوة، كثير كثير ردود فعل نتفاجأ منها إنه للإيجابية، إيجابية كلهم يعني عن جد، إقبال كثير حلو، كلهم يقولون يعني عن جد رحتوا على إشي اللي مناسب لإلكن الثنتين كشخصيات، كان أنت الثنتين مناسبات لهذا الموضوع كثير حلو. كيف إحنا كيف نعم، وكيف كيف كمان تم اختيار التصميم والديكور في المطعم. وإحنا الثنتين اللي اخترنا كل إشي، حتى الكراسي، حتى الصحون، كل شغلة هناك إحنا اخترناها. أنتوا صديقات؟ صديقات، أخوات، كل شيء. ناس عائلة يعني.
والحمد لله نفس كله عندنا اكبر هاي كثير مهمة كثير نفس التفكير يعني بتبقى تكون تفكر بشيء بتقول انا فكرت وانا بكنت افكر نفس الموضوع يعني كيلو نحن متفكات مع بعض حلو هاي يعني مسالمات الاراء نفس الاراء الحمد لله يعني كل شيء تمام الاقبال جدا جدا حلو من برا البلد اخرى عندنا اقبال جدا مليح سهى وعناية خلينا نحكي على الاكل أكل. يعني أكل كيف تم اي على اي اساس تم بناء قائمة الطعام لائحة الطعام المنيو وشو جايبين لنا هون خلينا نحكي للمشاهدين احنا اول ما بلشنا ما بلشناش هيك حيلا بدنا نعمل هاي الاكل وهي الاكل لا احنا جبنا مستشار طهي اللي اسمه عمر علوان مشهور طبعا معروف بالمطاعم فهو مستشار الطهي اسمه عمر اعطانا المنيو وبلشنا هاد هاد لا هاد هيك واعطانا نختار اللي هن وجبات اللي كثير غريبه ومميزه اللي نحطها عنا بالكافيه واخترنا هو بالحمد لله عن جد زبط في ناس المنيو. اللي بيجوا عشان مثلا هاي البوراتا مثلا في ناس اللي بيجوا عشان الارتيشوك وطبات الارانشيني هذول عن جد يعني ميوحدوا الارانشيني واو وهاي سلطه البوراتا الروائح الروائح يعني احنا هون الارتيشوك هذول وبرضه هن عندنا فوكاتشا بالخضار وبالاجبان هدول الأشياء بيميز المطعمنا وفي كمان أخرى عدة أشياء فما بنقدر نجيب كل المطعم هنا كل الوجبات هون أما إن شاء الله أنتوا بتزورونا وتأكلوا بتذوقوا كل إشي بنعمله إن شاء الله أكيد أكيد اي ف يعني هاي انا شايف الفوكاتشا كمان غريبه طبعا لانه اولا احنا برضو في شيء اللي بيميزنا انه كل شيء بنعمل بالمطعم يعني ما بنجيب العجينه جاهزه يعني ما بنجيب الصوص الروتف جاهز مثلا كله بنعمل عندنا بالمطعم يعني من المطبخ كل شيء بتسوى هناك والطاقم المطبخ عندنا كمان يعني دائما عنده ابداعات بيشتغلوا عندنا شباب بالمطبخ دائما عندهم ابداعات انا عم بشوف في هون ميكس في هون يعني لمسه شرقيه أيوة. وغربيه ف يعني انتم بتعطوا هيك اختيار للمختصين في المطعم هو هذا اللي احنا بدينا فيه مع الشيف عمر علوان نعم وكملنا واللي عندنا مثلا عندنا عمر عويضه عندنا طباخين جابر عبد القادر كمان صاروا يبداوا يعطونا اشياء وفكر كثير يعني مبدعين الا كل مره بدهم يجددوا يعني دائما في عندنا جديد والكثير من الجديد والكثير من الألوان والكثير من الروائح احكوا لي على موضوع القهوة أنا شفت كمان تقديم القهوة عندكم مع الكعكات بشكل خاص ومميز طبعا ألوان ألوان أهم شيء النساء برضو بحب إن الألوان إحنا مرة عملنا يعني كتجربة اللون الزهري ونزلناه على الستاتوس نعم بعد بيوم كثير أجوا قالوا بدنا النساء اللون الزهري فحبينا نجيب اللون هل بتسمعوا هل بتسمعوا كمان لردود فعل اراء النساء اللي بيوصلوا عندكم بهمكم طبعا اهم شيء اهم شيء بيجينا بكون يا الام جينا عشان هذا اللي عملته جينا عشان هيك اللي عملته واحنا شفنا بمحل برضه ايش بدنا شو كنت تعملوا ناخذ طبعا بعين الاعتبار شو بيطلبوا بنعمل احنا بهمنا طبعا لمين فاتحين احنا لإلهم واحنا بدنا رأيين بدنا كل مبسوطات اكيد صح احنا اخر اول ما افتتحنا وزعنا استماره اللي نعرف شو الراي شو منيح شو مش منيح اللي بناخذ عليه فيدباك مليح بنكمل معاه اللي لا بنشوف بنفحص يعني احنا من اول ما بدينا واحنا نفحص ناحيه جوده الاكل من ناحيه المعامله من ناحيه صاحبات المحل كثير اشياء هاي الشغلات جدا هاي جدا مهمه صحيح كثير مبسوطين بالناس ناخذ فيدباك مليحه الحمد لله رب العالمين واسم المطعم طبعا انا فهمت انه كمان ياتي الى المقهى يعني الكثير من الخارج البلده ايوه صحيح في كثير ناس كثير بيجوا على الطيب خصوصي يعني على المطعم هذا من المجاوره عن جد ما شاء الله كلمة أخيرة حبيت أسمعها منكم كمان لكل فتاة وامرأة هيك تفكر في فكرة اللي تفوت للمشاريع الاقتصادية إنها تكون كمان مستقلة اقتصادية يعني ممكن الإشي بدأ من فكرة ولكن اليوم أنتوا نساء اللي عندكم مصلحة اللي فتوا على سوق الأعمال طبعا هو الإشي بيجي مش من فراغ كل واحد بيبكى عنده من قبل أشياء والناس بتقول له أنت مناسب إلك هيك أنت مناسب تكون هيك
فمن كثر ما بتاخذي من الناس اشياء حلوه وكلمات حلوه انك انت بتقدري توصلي اكثر واكثر واكثر، فتفكري دائما انك انت تعطي اكثر واكثر. يعني بتشوفونا احنا بكنا بالشغل مع بعض بالعياده، بنستقبل الناس، معاملتنا حلوه. احنا بنشتغل بكبات حليم كمان، اشتغلنا بعياده يعني. نعم. انا وياها، وانا كمان بشتغل بمدرسه صار لي 20 سنه سكرتيره بمدرسه ولحد اليوم بشتغل هناك. وكمان بالعياده لحد اليوم بشتغلنا وبالكافيه تبعينا. يعني ما تركتوا العمل؟ ما تركنا، يعني خلينا مكملين، وعندنا الكافيه تبعينا. هاي اخرى مصلحه، كمان مصلحه اللي احنا بنستفيد منها، وفدنا بنات بلدنا ونساء المجاور اللي إنا والزميلات اللي بيجون دائما، معلمات ومتعلمات وكله، والصبايا الصغار كل الاجيال. عندنا اليوم في اهل بيجيبوا بناتهم اللي عمرهم سنتين ثلاث سنين بحطوهن عندنا، 10 بنات 20 بنت مجموعه بتركوهن بروحوا بامان ما شاء الله، بيعملن احتفالات اعياد ميلادات، وببكين الحال او ثنتين بنات بيجين بنزلهم ابوهم امهم بينزلهم يعني بامان، يعني مركنين مركنين انه وين محل في سهر عنايه. في كافيه جوري اللي هن مسؤولات عنا سهر وعنايه كثير منيح، وسمعته منيحه وما شاء الله والحمد لله. والتجديد التجديد كمان مهم، يعني المحل برضو عنا يعني كثير بيجوا بقعدوا يعني بحسوا انهم بالدار وبقعدوا لساعات. يعني حتى يعني في عدة مثلا الزلمة يجي كنا طب وإحنا بدنا زاوية مش النساء، يعني نحط مثلا زي السوار سوار يعني بدل السوار اللي حاطينها للنساء. في كمان بدهم زاوية زاوية لإلهم كلهم لقدام، نحط عبد الحليم حافظ وهذول كلهم اللي أنتم بتحبوهم زبطكم شوي شوي. ببلش النساء وبعدها شوي شوي بنفضلكم. برضو بيجينا بنص اسبوع زقوت يعني، فان شاء الله يعني لقدام. احنا بدينا نعمل في برج البرانية مع كزاز اللي بنص الاسبوع لما يجينا مثلا بيقدر يقعدوا فيها، ما يدكوش على النساء لانه اللي بيجونا من برا البلد، فما بنقدرش ما نفوتهم على المحل. نعم. يعني في برمجه لتوسيع العلاج في برمجه ان شاء الله، ودائما في عندنا جديد، بس تعرف مفاجآت يعني منفاجئ دائما في جديد وفي افكار جديده يعني. والحمد لله يعني نتعرف على ناس كثير مش من البلد، نتعرف على بلدان يعني كثير تعرفنا على ناس كثير تعرفنا على ناس اللي هم عن جد. وكمان الناس صحيح. الغربين ما بيعرفونا صاروا يرجعوا يجوا عنا ويشجعونا بزياده، حبونا كفكره احنا التنتين كيف بنعامل الناس، نستقبل الناس يعني نشتغل مع الناس عن جد. يعني حتى لما تروح صبيه لعند الطاوله احنا بنروح معها، في حاجه بنساعدها كيما اغراض بنساعدها، في حاجه حدا نقصه شيء احنا برضه معها دائما، مش حيلا قاعده حتى تجرى اجى لا احنا يعني كل شيء معنا كل الاحترام كل الاحترام. اما شاهدوني يعني بدكوش نختتم البرنامج بالكلمه، اما لازم تيجوا عنا عن جد، لازم تيجوا على المحل ان شاء الله. ان شاء الله اكيد اكيد نورونا. بدكم ننهي؟ بدك زي ما بدك تضلك. انا حابه اتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح، وانه تكون هذه المبادره الفريده والمميزه خطوه لتشجيع الفتيات والنساء مهم. على دخول عالم الاعمال والمبادرات التجاريه الشخصيه. شكرا كثير لك. شكرا لك انه استضفتونا.